بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية يطيب لي أن أرحب بحضراتكم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما يسعدني انعقاد الدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العاصمة أبوظبي، والتي أعلن فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عام 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتسق ويتماشى مع توجهاتنا وعملنا في الملتقى. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المهندس أيمن غنيم الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على ما بذله من جهد في استضافة هذه الدورة، كما أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الوزير المفوض محمد أخير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية وفريق عملي على ما بذلوه من جهد في تحضير الاجتماعات الدورة الحالية للملتقى، وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي وما يبذله من جهد مستمر لتعزيز مسيرة تقدم الاتحاد العربي تقدم الاتحادات العربية النوعية المتخصصة. والحقيقة أن نشاط الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يشهد طفرة حقيقية خلال المرحلة الراهنة، ويرجع ذلك لما نلمسه جميعا من دعم مستمر من جامعة الدول العربية وما يبذله معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط على جهود مقدرة بهدف إرساء منظومة متكاملة من الاتحادات المتخصصة لتكون بيوت خبرة تقدم الدعم والمشورة لمجتمعنا العربي في مختلف مجالاته. ويمكننا ملاحظة الطفرة النوعية التي يشهدها نشاط الاتحادات العربية من خلال تقارير المتابعة الدورية التي نرسلها لإدارة المنظمات والاتحادات الجامعة، وهو ما يجعلنا جميعا نشعر بالفخر لأننا نسير في الطريق الصحيح. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم لحضراتكم بالشكر والتقدير على ما تقدموه من التقارير للأمانة الفنية للملتقى في الموعد المحدد التزاما بتوصيات الدورة الرابعة، وهو ما يعكس التزامنا بالأطر المؤسسية التي نضعها لتنظيم عملنا بشكل الذي يضمن جودة نوعية في التقييم الذاتي للأداء الاتحادات. لقد استطاعت الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالفعل خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعود بالخير والنفع على أمتنا العربية، وتسهم في معالجة قضايانا المشتركة بإسهامات جادة. ولا شك في أن فرص التعاون المشترك بين الاتحادات أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى في ظل منظومة العمل التي وضعناها نصب عيوننا ونسعى للعمل من خلالها لتحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتنا. إن النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية يدفعنا جميعا للاستمرار لبذل الجهد من أجل وضع الأطر والآليات اللازمة لدفع عجلة تقدم عملنا، وهو ما يصبو إليه المكتب التنفيذي للملتقى. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن الواقع العربي الذي نعيشه وما نشهده من منعطفات حادة مرت بها علاقات القوى الدولية الكبرى من خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة غذائية عالمية، وأيضا جائحة كورونا التي نعاني من أثرها إلى الآن، كلها معطيات أوجدت الكثير من التحديات التي تفرض علينا ضرورة إعادة التأكيد على أهمية بناء الشراكات فيما بيننا كاتحادات لإعداد مشروعات وبرامج عمل تهدف إلى تغيير قدراتنا على تحقيق التنمية العربية الشاملة ويعزز الدور التنموي لاتحاداتنا. وفي هذا السياق فإنني أثمن مناقشة دورة اجتماعاتنا الحالية للدور المطلوب من الاتحادات العربية في إطار نتائج أعمال القمة العربية التي انعقدت دورتها 31 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي أصدرت العديد من التوصيات والقرارات الهامة كالقرارات المتعلقة بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمتضمن تعميم هذه الرؤية على منظمات ومؤسسات العمل العربية المشترك وفقا لاختصاصات كل منها للاستفادة من محتواها وتضمين الأهداف في استراتيجيتها. وفي هذا الإطار
أقدم كل الشكر للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على الجهود التي يبذلونها في هذا الشأن. هذا بالإضافة إلى مناقشة دورتنا الحالية لدور الاتحادات في إطار القرارات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا، والقرارات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي واستدامة المراعي العربية، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية على في مواجهة كارثة الجفاف التي تمر بها، والإطار الاستراتيجي الاسترشادي لمهنة العمل الاجتماعي العربي 2023-2027. السيدات والسادة، إن صياغة دورنا في التفاعل مع تلك القرارات التي تعكس الرؤية العربية المشتركة لسبيل معالجة القضايا الأكثر أهمية في عالمنا العربي ستمثل اندماجا حقيقيا لاتحاداتنا في منظومة العمل العربي المشترك. وفي ذلك وبنفس القدر من الأهمية يناقش اجتماعنا سبل تفعيل اتحاداتنا في قضية التغير المناخي، ولا مبالغة في القوة في القول بأن هذه القضية باتت واحدة من أهم القضايا التي تواجه عالمنا، وتقرير الأمانة العامة المعروض ضمن جدول أعمالنا بشأن دورة 27 المؤتمر الدولي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي المنعقدة في شرم الشيخ يعكس مدى أهمية اهتمامات جميع الدول العربية بتفعيل دور الاتحادات في مع قضية المناخ. إن نشاط الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يمكن أن يمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا، وهو ما بدأ جليا في من خلال المؤتمر والمعرض العربي لدول الصناعة الصغيرة والمتوسطة المنعقدة في الجزائر خلال فترة من 12-14 نوفمبر الماضي 2022، وهو ما نسعى جميعا لتحقيقه في مختلف المجالات. وسوف يبذل المكتب التنفيذي للملتقى كل ما لديه من جهد بغية الوصول لذلك. وفي ختام كلمتي أتوجه لحضراتكم جزيل الشكر والتقدير، متمنيا لكم ولنا جميعا أن نجاح هذه الدورة وطيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.